السلام عليكم البنات والدراري، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى هاد النهار الصيام يكون داز عندكم مزيان وما يكونش ضركم راسكم بزاف. اليوم جي لكم في فلوق جديد ان شاء الله. انا واختي خولة غادي نديروا واحد تشالنج جديد. كل وحده فينا عندها خمسة ديال الحاجات. هاد خمسة ديال الحاجات ديناهم من الكوزينه، يعني كيتكالو، يعني كاينه شي حاجه كدوز وكاينه شي حاجه ما كدوز. شنو غادي نديروا؟ غادي نغمض ليها عينيها وغادي نهز شويه بالراس ديال المعلقه وخصها تذوقها وتعرفها وتسرطها، ما تخرجهاش من فمها كيف ما كان، خصها تسرطو. هذا هو زعما، هذا هو الحاجه اللي زوينه في التشالنج. كيف ما كانت غديري خصها تكال. عندك تكوني دايره ليا شي حاجه؟ انا هادشي عزلته مخبيه عليها، وهي داكشي ديالها عزلاته مخبيه. وغيدي لي لا واخا هاديك كاينين شي حوايج يا المهم غادي نبداو التشالنج على بركه الله. شكون اللي غيبدا الاول؟ تبداي انت؟ يلاه نبدا انا ندير لك ولا انت ديري ليا؟ يلاه ديري لي انا. خبي هادشي ديالي. عندك تخسري ليا فيلي. حزمي انت يا جدي لي معطبه بالحق. ما تشوفيش شوش. كتشوف؟ عطيه بالحق لي شويه في راس المعلقه. عندك كتشوفش؟ لا. وزعما حتى لهاد الدرجه غندوقو ما غنعرفوش. هادشي فيه تتحمست. هادشي فيه داكشي طويل. دابا غير هادي هادشي كيتحل القرعه. هاي على الجنيه شتي بعيد. انا هزيت لك غير من العطريه زعما، هزيت لك داكشي زوين. دابا العطريه تقدري ما تعرفيش، انا هزيت داك الحاجه اللي تقدري ما تعرفيهاش، ماشي العطريه اللي كتعرفي البزار وداكشي. لا يلا هليكم. هذاك الصوص، صوص شنو؟ صوص صوجة. مكملتيش المعلقة ديالي. واه غير ندوق، المهم نسرطو. مكتشوفيش؟ نو. وليت نخاف. انتي مقومة بسلامتك، داكشي عندك فيه كلشي كيتحل. ها جيبالي القريعة. لا انا نطقي بشوية. واه حلي فمك، دايرة لك غير شوية. ولا ما تغشيش تسكي تاكلي. شحال كلينا في الصغار ما غاحلي فمك. الصوص مطيشة وكلي معاك ولا جايبة. انتي بقيتي واحلى بيا، بقيتي هزي لي القطة راه حنا غندوقو ماشي غناكلو. راه حلي غير شوية. هذه الحاجه الثانيه عرفاتها على بركه الله. هزي غير قطيره صافي، هز غير شويه. والله ما كملت انتي معمره ليا ربع المعقه المطيشه. حلي فمك، ما خصك تحلي، راه ما معمراش لك. اي تقول فيني شحال حاولي وحلي. لا حتى هذا الا صوتو غنهض. لا ما هضر. لا والله ما كان ما كتحكي سنه. كنحكو بالجلبه وكيحيد حيت كي هو عيط. يلا سير. شنو؟ انا ما جايباش شي حاجه، نوض يجيبها حيت حنا كنا عوالي كلشي ترطو. اوف شو ما عليك، انا قبيله قلت لك عندك شي حاجه. كلشي كيتكلم. شنو سمعتي؟ كلشي كيتكلم هادشي اللي درت لك. يلا سيري حاجه اخرى. اوف حنا قلنا الكوزين. هذه حتى تبان لكم شنايا حيت ماما دايرها في القرعه ماشي ديالها. ما تبانش تتكتب. نشوف سهلك. لا عادي دوخي، عادي دوخي يا اخي الخميرة. في الاول جاني باقا ما دوختهاش، جاتني بحال الحبوب.
انت راح تلقى مع راسك عارفه كل شيء. ايخ يبو حنا تفهمنا العطية وداك الشيء ماشي الخميرة وصوص وسينيال رشيتي قلبتي دابا هادي ما عرفتش فيها هذاك اخي بحاجة لا اخي بحاجة في الشيء كامل وداك سينيال خويا دابا ما كتاخذش رشتي فما شنو ما عرفتيها كان عارفة شنو هي سكين جبير المحكوم ايه حطت كل شيء ديالي وكبياو عندك وبلاتي وخرجي من الدار خرجاتني وسدت الباب خرجت من الكوزينة ايه خرجتي من الدار كنت في الكوزينة وخرجت لبرا دابا ندوزو شاخ عليك يا خالة نحسن على الله ستستي ليك شوش نوش كيفاش تكتبي من بعد وكتبي كل حاجه شنو سميتها مش خلاص الحانوت لا هو هذاك وانت كذبانه شي خايب وحيدتي من فمك هاكي باش تعرفي شنو هو وخودي زعتر لا ماشي في ليو برافو عرفات فين هو الماء وين عندك تشوفي لا والله ما كاينش كان تعشري الخبا ديال الحوت اي برافو خاولة هذا اللي كان مهم انك ما غتعرفيش مي راه كيتكال كيتكال غيباتش كامل مسكو لا ما عرفتش وي انا ربحت و تنساني وخلي و كيتصور مخصوص ناكلو لا لا كيتكال تقدري تاكلي هذاك الساندويش ولا اختي ما ناكلش ساندويش ما زوينش بالعكس علاش ما زوينش هاك يلا هاك اش كيديرو الساندويش كيستعملو باش يدير شي حاجة ما عرفت لقيتو في الكوزينة جبتو حبيبات هذه خصكي تعرفيها بدا طريقة وما نعرف اختي شوفي انت وهذه الشعرية ماشي الشعرية لا الروز لا يوسف بينا راه صافي
روحت يعني تديك صعيب صافي صافي يا رب 5-3 ويه هذيك البلبوله وانا عرفت داك ايوا قلتي الشعريه قلتي البلبول ما قلنا ماشي البلبوله. المهم كي جاكم التشالنج كي جاك خاله التشالنج والله وتشوف مالي كامل انا عطيت هذاك الشيء ساهل ماطيش باينه الخميره باينه كلشي باين سي حتى هو باين كلشي باين واحد هاد زعما زعما الحاجه اللي كان خصها زعما الصعيبه في هاد التشالنج هي ما تعرفيش شي حاجه اللي تجي بها ما معروفاش انا مشيت نقلب على داك الحوايج اللي تقدري ما تعرفيهمش بحالي. وكنتمنى يعجبكم هاد التشالنج ديال اليوم ودرناه خفيف ظريف عليكم وتهلاو في راسكم وما تنساوش لا جيم ولا كومونتير ديالكم. سلامه حتى الفلوق الجاي ان شاء الله.